قانون المحاماة أخوانا لا يوجد، لا توجد نقابة مهنية لا على المستوى العربي ولا على مستوى الدولي تحمل ما قدمناه من ضمانات ابتداء من الدستور حتى القانون الحالي إلا في قانون المحاماة. إحنا قانون المحاماة بتاعكم ده بيدرس الآن في النقابات العربية، بيدرس النهاردة في النقابات العربية. النص اللي جه في الدستور أو النصوص الفصل، إحنا عندنا فصل في الدستور اسمه المحاماة. لأول مرة في تاريخ، في تاريخ مصر، لأول مرة في تاريخ الوطن العربي كله يبقى في دولة فيها فصل في الدستور اسمه المحاماة. إحنا هذه العزة انتقلت إلى تعديلات تشريعية، تعديلات أضافت حصانة للمحامي أثناء المحكمة، دعمناها في التعديل الجديد، وأصبحت هذه الحماية أمام جهات الاستدلال وأمام جهات التحقيق. تجاوزناها أمام حتى في غير حالات التلبس. المحامي اللي بيقدم ضده بلاغ كيدي من خصومه أو خصوم موكليه، إحنا أيضاً وقفنا وعدلنا النص وفرضنا حماية، وإنه البلاغ ده ما ينفعش المحامي يتحجز لغاية ما يعرض على النيابة مع باقي الخصوم، لا، ده تتقدم ضده مذكرة تعرض على المحامي العامل أول الاستئناف المعني، علشان أحمي المحامي من إنه يبقى عرضة للامتهان أو المهانة. دي تعديلات تشريعية.